خلينا نجرب المايك بتاع الفري بادز اس اي 2 الهواوي. حاليا انا في جو يعتبر معتدل، مفيش دوشه مفيش حاجه، الدنيا هدوء، ولكن في مروح وفي مكيفات صوتها عالي بعيد عني شويه، فانا هقرب لها دلوقتي عشان اشوف الهواء مع التربيط هيعمل ايه مع الصوت. حاليا انا كده واقف قصاد الهواء الجامد، المفروض ان انا كده عند الفردة الشمال، وحاليا انا كده عند الفردة اليمين. شوف بقى الصوت بيختلف مع قوة الهواء والدوشة ولا بيبقى تمام. حاليا انا رجعت كده للمكان اللي انا كنت فيه هادي. شوف بقى الفرق ما بينها في الصوت، في الهدوء، في الدوشة. خليني كده افتح ازازة وعمل صوت كده دوشة، كده عامل صوت دوشة. شوف برضه الصوت اختلف ولا لا. كده انا هوقف الهدوء تاني ونشوف بقى كده تبان معانا. دلوقتي السماعة بالفردة اليمين بس، حاليا دي فردة يمين، الجو هادي مفيش اي اصوات حواليا. شوف الصوت عامل ايه. خلينا نشغل دوشة كده شوية، تشوف الدوشة لما تشتغل ايه اللي هيحصل. المايك هيلقط الدوشة كلها ولا هيقدر يعزل الصوت، لان في هنا عزل للصوت الدوشة بالنسبة للمايك. حاليا انا وقفت الصوت والدنيا رجعت هاديه تاني، مفيش غير شويه هوا بس. نطلع بره كده شويه كمان، فالمفروض كده الدنيا هاديه خالص وتبان معانا الفرده اليمين عامله ايه. ضرب الفرده الشمال للاس اي 2 الهواوي، جو هادي بره مفيش اي حاجه. تعال نخش جوه شويه في شويه هوا ونشغل دوشه كده نشوف الصوت هيتعزل ولا المايك هيلم كل الاصوات اللي حواليه. حاليا انا مشغل دوشه جامده، الشوالي فرحان ببرشلونه. حاليا انا وقفت كده الدوشة، مفروض بقى ان مفيش غير الهوا هنا. انا كده طلعت برا، مفيش كده هوا ولا اي شيء، الدنيا هادية خالص. عشان نشوف برضو الفرق ما بين الفردة اليمين والشمال، وهل المايك بيقدر يعزل ولا لا.